مشاهدينا تيليتشات اينما كنتم، اسعد الله مساءكم بكل خير وطاب اوقاتكم باليمن والبركات. رمضان كريم والله اكرم. خليكم معنا في برنامجكم احلى الليالي في رمضان. احلى الليالي برنامج انا اليوم، احنا كمان نستضيف فوق اثنين من الفنانين، اثنين من العماد او الشعاب، الاثنين من الثقافه التشاديه، من ضمنهم الزميل اللي بيجيني مندرجي ساقجي قديم باي، والفنان رئيس نادي الفنانين التشاديين والكونسي مستشار كان في الحشي سي يوسف حامد. مساء الخير. مساء الخير ديمكا ريم ادريكا ودي. مساء الخير الشاب الظريف جبريل مادري كواجي. ايوه، انتم معي في برنامج احلى الليالي في رمضان، برنامج انا تيليتشات. احنا كمان نتكلم فوق بالكثير بما يخص كمان الفن التشادي او الثقافه التشاديه. احنا كمان شايفين اياماتنا ده او سنيننا الاخيره دي، قبل سنتين ثلاثه ده شويه كده الثقافه التشاديه مش عادي، لكن هسه عندنا 3 أو 4 سنة الفن التشادي ماشي كده يتعطل او يتكسر شويه او اجزه، ما عارفين شنو الحاصل. مندرجي. شكرا ونشكركم سويتوا لنا لسما شنو برنامج ده، وزي ما لاحظت ذاتك قلت شيء ده شفتوه وصحيح، زي ما قلت اين ظنك حسيناك الفن الكلتشر انا جادين انا جاد نعم مردان ده سي اين ظننا حسينا في نفسناك الكلتشر ده مردان ومرضى ده كيف تبدا وده ياسا اسمه شنو المشكله ده يفون يقوم فوق، لكن انينا جمينا فوق الفنانين جمينا فوق، لكن الدواء ده ما لقينا والدواء ده بتلاقي كيف تلاقي ده الا الحكومه تفكر زياده في شيء ده في الفن. اليوم بيل ثقافة بيل كلتشر ناس يقدروا يعرفوا البلد بزيادة. نعم. يقدروا يعرفوا اليوم بلد آخر ما عندك شيء، لكن بالثقافة هناك يقدروا يعرفوا بلين بعيد. نعم. في شمدة اليوم دايرين بياسة، اليوم نقدر نقول بيل كاتريم ريبوبليك ده ندور على الكلتشر يلقوا ليه بكانة. أصلا دخل في الكاتريم ريبوبليك، لكن الكلتشر بكانة ما أنقال لسه، ما أنقال في الكاتريم ريبوبليك. رجيناكي ما شفنا ودايرين كي الحكومة بفكر بديسة في شيء ده. اليوم بالكلتشر يقدروا يعرفونا في العالم في الدنيا كلها، لكن أنينا الشيء ده كله قاعد يسوي ودايما يكمل لنا هنا في البلد بس. شجين ده ما في، شجين للفنان ده ما في. لازم الحكومة بيشوف سياسة واي، الحكومة ويدا ما بتقدر تسوي. نعم. في بلدان الآخرين ده الشيء الحكومة ما بقدر بيسوي، الشركات دي بقدروا برفوم للارتيست للفنانين. الشركات اليوم عندنا شركات حقين هنا نتشات فيه، عندنا ناس جايين من خارج يوصوا الشركات هنا فيه يلقوا مليارات. اليوم تمشي بلدان الآخرين تشوف الشركات بيساعدهم للارتيست في الاسبونسور في كل شيء، لكن هنا ده الشيء ده ما في ماله. دوم دايرين الحكومة بيشوف سياسة وين بيقرب للشركات ده، لازم وتجدوا في بلدنا وقاعد تلقوا شيء في بلدنا، لازم الارتيست ده تساعدوا في السبونسر وشيء للارتيست ده زاد كيف بقدر يقوموا عشان حكومة ويرة ما بقدر بيسيب الشغل ده. نعم. بيمشي ده ممكن يقدر يمشي. دونك الكلام ده ما انا كربه كله. نعم. وانت مونوبوليزي الكلام كله كتشير في راسك. ايوه، احنا دايما في احلى الليالي في رمضان، احلى الليالي في الفن وفي الموسيقى، على كل حال في كل الكلتشر احنا معاكم. ونذكر كمان المشاهدين اللي قاعدين بيشاهدوا تيليتشات، البرنامج ده هو كمان بدعم من السبونسر حقنا راديسون بلو. خليكم معنا ونحن معاكم في تيليتشات. نرجع هنا لل رئيس نادي الفنانين التشاديين يوسف حامد، المستشار يوسف حامد. شنو مرض هنا الفن التشادي اللي انت والله تعرفه؟ انا بالنسبه لي نقول استابيليتي في الكادر هنا الكلتشر ده في المينستير كي ما في مركزيه، لان المينستير ما ثابت ما ثابته. نعم. الوزير يجيبوا 3 شهور
خدر يرتب أموره، يخط خمامة، يدور يسيي نظام، بس بمرقو بيجيبوا مينيستر آخر. المينيستر اللي بيجيبوا جديد ده بيجي كبيجي بيه ناسا، بيجي بيه ديركاب حقا، بيجي بيه عطو حقا، بدور هكو اللي بيرتب خدار ما يجهز يدور يعدل كي بيجي بيه ناسا. وبتان الناس ما من الفن، والناس ما من الفن، فوق الفن ولا والناس ما 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 ما, ما, ما سبيسياليست. أنا الكلتير الكادر أنا المينيستر دي الكلتير أنا من سنة 1991 بداية الديمقراطية لحد هسه القاعدين الكادر المات مات الفضل وكل قاعدين دول ما أنتم حقهم بيجيبوهم دول جداد بورت كلي في أي دولة. يعني الدولة بدون ثقافة ما تمشي. أنت لما تشوف سمة تشوف يعني هسه قاعدين في بيت سمة النقش النقش دول ارتست صحيح الديكور الديكور ده ارتست. نعم استدير الارتست ده شيء يدور له استابيليتي على الاقل. يدور وزير واحد على الاقل يقعد 6-7 سنوات من الثقافه. انا بنهتز بهم كثير مثل وقت ندول لسيان. طيب الثقافه كانت كويسه ومشت قتيل باسكو هي فنانة دي لليسيان فنانة عشان ما يقولوا سويت لها دعاية. هي فنانة زول عازف ده ما فنان هي بتعزف ارتيست هي نادم تنبور وجابوه وزير بقت كويسة لأن بتعرف مرض هنا الفنانين شنو البوجام والتكنيسيان داخل الوزارة دول ده أنا ولا نعرفهم ولا من درجة بعرفهم. أي وزير جابوه جديد بيجي بشلة جديدة. أي وزير جابوه جديد دي حاجة واحدة. ثم ثانيا الوزارة انت الثقافة ما بريوريتير ما 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 ما, ما يعني في شات وزارتنا كي وزارة متخفين بها يعني خفيفة ما قوية يعني. ما قوية نعم. ما عندها كلمة لو عندها كلمة ده نعم وقت ده مشت كتير. ده الواحد الفنانين ده خدموا ما نقولوا ما خدموا بالوزارات اللي بيطلون بيجيبون بلقى من درجة قاعد البودو بيجيبوا بدل بلقى من درجة قاعد البجيبوا بيجي بلقى يوسف حامد قاعد البمرقوب بيجي بلقى كده. نعم على الأقل ده ندوروا على الأقل الاستابيليتي ده بس نطلبوا منهم. وما نعرفه في سيستم هنا هسه الكاتريم ريبليك ده هل الوزراء الحلفوم دول البدر يقعدوا عبديا ولا يقعدوا للعبد ولا يمرقون للعبد ولا بمرقون ما معروف. نعم ولو بسمو كلامنا عنينا ده الوزير على الاقل يخلوه على الاقل سنتين على الاقل سنتين. وزير الثقافه في مصر قاعد 16 سنه هو ما بيخدم يوسف. لا مش ما بيخدم هو كان ما بيخدم بيجيبوا لي شنو هو كان ما بيخدم بيجيبوا لي شنو. مفروض انت ما تجيب نادم ما بخدم. انا كيف نجيب نادم ما بخدم؟ الوزراء دول اليوم بيقدموا ليست حقهم لما بيجيبوا كلك بيقدموا ليه رئيس الجمهوريه. نعم والله ما صح. نعم وعلى حسب علمهم هو بخدم ده بخدم كيف بخدم ده ما كان عنده خبره في المكان ده اكيد كان عنده مليم زول مثقف معدب زول حضاري هو. نعم. الفن ده ما إلي الفن ده ما بدور شهادات دكتوراه وليسانس نو الفن ده حضارة. نعم زول متحضر زول انت تشيفك زول متحضر مثقف يقدر يمشي الفن. ما اي زول تجيبه من الشارع يبقى وزير الثقافة. ودي اي وزير ودي وزير داخلية ودي مع العسكر ودي مع ممكن لكن في الثقافة لا. لأن انت من تجيبه حتى جابوا فنان في وزارة الثقافة وهو ما متحضر الفنانين رفضوا الكلام ده قريب. نعم جابوا فنان منسر لكن نعم. الفنانين رفضوا لأنه ما متحضر حضارته دي ما حضارة هنشات. أي بلد عندها حضارتها عندها ثقافتها علينا ناس أفارغة حتى ولو ثقافتنا عربية إفريقية علينا ناس أفارغة دايرين على الأقل الزول اللي بيجيبوه ده يعرف مكانتنا. نعم. زول كان ما يعرف مكانة الفنانين ده آخر ما يجيب. طيب شكرا
شكرا يوسف حميد. احنا كمان نخليكم معنا في برنامجكم احلى الليالي في رمضان. برنامجنا هنا اليوم احنا كمان قاعدين معكم ونسمع فاصل غنائي هناك من الفنان التشادي يوسف حميد. يوسف حميد قلبي الحنين وافي وافي وافي
الظلم أوفي بعهودك يوم شيل مني ثقيل الحم للصبر حدود يا حبيب النبي يا حوار للصبر حدود يا حبيب في حوار صبري نعدل للصبر حدود وحيد في حوار صبر عدم للصبر حدود وصل للصبر حدود للصبر حدود يا حبيب في حوار صبر عدم للصبر حدود وحيد في حوار صبر عدم للصبر حدود أنا في حوار صبر عدم. طيب أنا كمان نرجع لمندرجي. مندرجي كان في زمان ما عارف أنا نقول ما بنقول الوزراء قصروا وما بنقول الشيء ده هما ما بعرفوه. في كان في وزراء جو وسووا لكم مثلا فيستيفال. أصل فيستيفال لا مرة واحد كيف يجات ما كان حجوا فوقه فيستيفال ديزارتيست ده بيجي ما في مرة واحد فيستيفال ديزار إيه فيناك كان ما شفته إلا شفت القريب ده هنا أخوانا البنانا اللي كان في خاص بهم لا لكن ده ما وزارة يوسف لا ما الوزارة خاص بس سو فيستيفال أقوم بعرفوه كمود حق جا بسوه ما أنا الوزارة ما لكن أنا الفنان جاي نقول لك أنا الوزارة ده ما الدولة كي البرلمان كي معلش قطعت كلامك البرلمان كي ما انتانا فيستيفال يسموه فيناك فيستيفال ناسيونال ديزار اي دو لا كولتور ده ما لا اي سنه ده ما قد سو الفيستيفال ده ما لا ما قد سو اي سنه ده قروشه ده في الوزاره جاي كان جاي عيسى جاي ميشيل جاي جان بول جاي يوسف حامد كله القرص انا فيناك ده جاي لكن المهرجان ده ما شفناه لكن السيناك ده سووه مره واحده مره واحده بس مين سووه ده كره واحد بس هو وتقريبا في وقت انا سيد فاره ده كره واحد سووه واليوم بس اعلم كيف بس المينستر ولا البلد بس ما عنده فيستيفال ده اكون نقول الا جد ما في الا هو ده اللي بخلي الفنانين ذات يدوا في الفيستيفال ده فرصه بيكون الفنانين كله يسوي البراساج اكون ناس من برا كله يجوا وكي بوقت ده يعرفوا كي البلد ده عنده فيستيفال حق قبل سنه نعم وبده ال 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 زي الغروب هاي كلها ما قصروا الحكومه ما بيسوي مينستر ما بيسوي فيستيفال حق لكن ناس شخصيا كي جاي يعودوا كي بيسوي الفيستيفال انا بده بيسوي كي وواجب ده ما فيستيفال ما بيسوي والقرص ده ماشي وين قرص الحكومه كي فوتي كي قاعد كي كني مثلا للفيستيفال أنا في هناك قرزة ما يشوين أنا كمان نقول في هناك خيبة منكم أنتم الأرتيست الفنانين عشان ده دروا حقكم ولازم كمان تريكلامي لازم كمان طالبوا بيع في شيء وايد اليوم كدار كي جات كي ديكريتي كي فن ناسيونال دي لا جينيست زي في 29 ميدا نعم من ديكري كي مرة كي 29 ميدا فت دي لا جينيست كرة وايد كبه حسيت كه اليوم في النف ما ده كه وفيت دي لجنس يا جماعة ما نمشي بعيد اليوم أوز فيفري فيت أنا وصل مشون دي لجنس أنا جيران نيني أنا كامرون ده إلا هني سخير كسر ده تشيبه كي كيف بيلهزز دوم اليوم الشباب والفنانين ما بدوروا شيء لكن بدوروا أشياء لازم لهم يكون لهم فيستيفال هنام دول بكل قوامات أنا النظام دول ده خلي حكومة يتحمى في شيء ده يتحمى في شيء ده مش لسه هم يتحمى في شيء اخر ده الشيء كلتشرال ده ذاته كي خليه يتحمى فوقه النيه ده فيه معلش اليال ده انجاجي الارتيست انجاجي بحنان في ما في كله اليوم بيسوي كليبس دول بيسوي افلام دول بلا مويه قال بيسوي الفيناك ده فيستيفال ناسيونال دي زار اي دي لا كلتشر يجي من البشي يجي من انديلي يجي من مندو من سار من وين كله يجي الفنان اللي هم يرسلوا ده يجي
يجي يشارك يسوي بري سيليكسيون بي سيليكسيون خليه يسوي بري. أنينا رضيانين. أنا قاعد في نجمينا بلدي ما نجمينا نجمينا ما بلدي ولا ما صح. نعم أنا جاي من برا من مكان تاني. لو 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 عرفت هني ما نلقى ده نرجع نمشي بلدي نجي 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 لهم بديليغاسيون من من البطحة ممكن نجي نجي نمثل ولا ما صح. نعم ده الشيء اللي بخلي الاتوب امشي قدام لك. احلى الليالي في رمضان احلى الليالي في رمضان. خليكم معنا ونرجع هنا كمان للفنان يوسف حامد ونسمع منك فاصل غنائي بالثاني لثاني مره. ما عرفت عن ليبيت بلدي ولا تغني لي شنو ما عرفته. انت الاغاني كثيره على فكره.
الشادي دش الدمار شادي قش الدمار ويا الشباب قسم الصدرات الشباب قسم الصدرات تسير الامتلاك والرحلة بمجلات شادي قش الدمار تشادي قش كمان دايما معكم في برنامجكم احلى الليالي في رمضان. خليكم معنا الارتيست انتو بس الناس اللي بتوعي الناس اللي بتخلي الناس كمان تفهم شنو زي ما قالوا المستقبل هذا البلد او الحب الوطن هذا البلد. على كل حال انت كمان عندك مراية كلمة. انت التير ده هو بس المراية اللي تضوي الانسان. يعني لو اي الناس هسه مثلا لو شفت الشنوا ده خلاص تعرف مين ثقافتهم. مراية هنت هنت البلد دي. فكرتني يوسف قال لي نحن ما عندنا لباس خاص. وروني قال لي الجلابيه قالوا انت السودانيين. الكابتاني او الجنفه ده قالوا انا الماليين النيجيريين. والاعتدوا الشغاليد ده قالوا انا افريق دلبستا. ما انا عارفه قالوا انا لبسنا انا هنا تشاجين شنو. نسعلوني انا كمان قلت نجي نسعلكم انتم فوق البلاتوني لبسنا انا هنا شنو. والله هو غلط. الناس طبعا الناس بيستخفوا بالانسان التشاجي. نعم الكابتاني ده
هنتشاجين هنن مالين دول شيك ما نتشاجين دول شيك وهجل انا ما سخلينا من 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 الانسان من لابسه ده ما مع التطوير التطوير ده ما التطور ده ما بغير حاجات كتير ولا ما صح ولكن الاصل جنفة الجينيك دي الجنفة الصغيرة دي دي كنت تشاجين دول من زمان كله ناس برا هو كان سميك قالوا كفتان ده الكفتان ده كلام مغربي اصلا كيف نعم. اللغه انا فتشت ده اصلا لغه مغربيه كفتان الكفتان الكفتان زمان ده كان بلبسوا النساء بعدين جه ملك من الملوك الاندلس دول ده منع للايين لبسوا الرجال نعم كفتان مضاهي لحد عند بردرية السكسوك ده كان شفت في أكون الأفلام القدام بجوا في الأفلام الهندية في أوكي. ده الكفتان يعني الكفتاني ده ما دي طبعا أنينا ممكن تقول له كفتاني ده خلاص اختصرنا اللغة لأن الكفتان أصلا جاي من من المغرب المغرب العربي يعني اللي هو الجزائر والمغرب وموريتانيا نعم لكن كل اي زول حق نفرشك اثر قرنبوبو هنتشاديين ما قرنبوبو هن الموريتانيين لا نعم النيجيريين ما القرنبوبو ما عندهم كثير بس القرنبوبو كثير في موريتانيا نعم هسه الناس اللي عندنا بعيدين مننا عندنا ما نعرفهم انا قعدت مع الناس زول الموريتانيين بيلبسوا اي موريتاني عند قرنبوبو واحد وبلبسها بلبس شميس وبلبس فوقها قرنبوبو كان فكرته للكنزول شافهم كنزول شاف الموريتاني دونك استادير القرنبوبو هنا موريتانيين دول شيك هنا النيجيريين شيك وهنا التشاديين اوكي طيب انا كمان نرجع دونك الافارقه انينا كافارقه بشكل عام ده الناس سكان ال 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 الساحل الساحل والصحراء ده نعم. كل لباسنا ما يشابه الجلابيه انت السودانيين الانصار الانصاريه دي وقدام دي جيب ورا وقدام دي سودانيه بحته دي تشادين كلهم ما بقدر بلبسها جيبها ورا وجيبها قدام دي. لكن ال 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 الكبتاني ده السوداني ما بلبس كبتاني والنيجيري كبتاني حق الشيء مصر شيري جاب النيل بيقولوا له شيري انا جستكور الحسن يال جابوده الهنك هذين دول شيك والجنفه هنتنا زمان كل جنفه قاعده كما دوقا كل ما نعرف لكن الكابتن وقت الاجر يعرفوا فوق انت تجاجو كده كابتن السوين ده هرم كله ولا شنو عند شنو عند كل ده كل ما مرق وقت ده ما مرق شنو انا يعني دونك ده كل ما مرق وقت وايد لكن الجنفه ده زمان حتى النومات حقنا ذاتها النومات اسكر نومات نجات قبل من 63 وتهدى النومات عندهم كبتاني كي دبل تاني انا ما كبتاني لكن جنفة نعم جنفة اللي عندها جيبان هنا وهنا مفتوحة دي اصلا شادين طيب نرجع هنا كمان للكلمة الأخيرة منك من درجي شنو رأيك أو شنو وصيتك كمان للناس أو للمشجعين كمان للفن الشادي تقول لهم شنو؟ اوكي والوزارة للمشجعين ده يقول لها ما للجمهور ما قصروا نعم بيحبوا كل شيء والجمهور اللي في تشاد وبر من تشاد بيحبوا اي شيء كمل اغنية كمل مسرة شنو بيحبوا شيء نعم نشكرهم كثير وللحكومة كمان يدور نقول لها في كاترين ريبيبليك خليها حكومة بيشيل اللي يفكر لل يشيل السياسة وايد السياسة دي شنو؟ في السنين الفاتو وقت أي شيء كان مناسبات بسووه نعم إلا بجوبوا الفنانين من الخارج كم شركات ولا كم حكومة بينزم كلها بجوب فنانين من الخارج نعم والمن خارج بجوبوا ده كم شيء كلها 50-60 مليون ده بنتو أكيد والإينة ده كان شالوك تيجي طلب بنتو أكون 40-50 ألف ما بشابي في الكاترين ريبيبليك ندور الشيء ده يتخير ما في ما ابينا فنان من برا بيجيبوه ما ابينا لكن البرا الاسى بيجيبوهم ده امم كل ما بلدهم ساهدام انتم كل شيء تطبيقوا فكري بفوق
وبيجيبهم ليعدوا بيني ده. نعم. الان كل كان بيساعدهم ده بقدر بيسو اي شيء. لا الحكومه في مكان ده انا نقول شنو تعمل مراقبه مثلا اليوم الشركات على التليفوني تجي فنان من برا. الفنان من برا ده الحكومه لازم الوزاره لازم تلقى خبره لا الشركات ما بوسو لكن الحكومه كل مره تكسل بكفول الفنان الحكومه كي مرقه الحكومه كي تنزل تكسل بكفول الفنان الشركه قاعده تكفل الفنان الاجنبي ده يكفل الفنان التشادي كل سنه دام الفن ال 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 الشركه الاجنبي قلتها ووقت الحكومه ذاته بيسي السيريموني وبيجيب الفنان من برا وقت السيريموني ما عنده دخل ده ولا نادي قريب للحكومه السيريموني الحكومه السيريموني ما عنده دخل ده بين يوسف حامد وين تعال روبينيو وين تعال والله ما عندنا قروض ما عندنا قروض سايدونا في ده والعنده قروض ده كمان خلاص بنسوقه وبيجيبوا من برا ده ما عدل تمام وللشركات كمان خليها يكون بيشيب لهم سياسه واحد هم الشركات ده جايجوا في تشاد اكيد بلغوا مليارات من تشاد اليوم امرك امشي بلدان الاخرين ما تشيف الببليسيتي انا شركه كي بيشولوا الفنان ولا نادوا من دار اخر بيجي بخطوه في الافيش ده ما في يا جماعه ما في الارتيست هنا قايدين الشركه وقت اللي انت تجيني القرص انا بلد يلا انا البلد يا بخسره بيسو بدخله لك كان تدور سي ببليسيتي انا الارتيست انا بلد ده قايدين اكيد الارتيست انا بلد ده قايدين شولهم سو بيمشي ده الارتيست كله يقدروا يتطوروا فوق اكيد وخلي الشركات القاعدين ده خليها حكومه بيمبوزي لهم شيء واحد الاسبونسور ده الشركه كده يقول ما عندي سبونسور ده لكن ما بنتوا وبغيروهم ذاته يوا بعدين يغيروا لان هسه في سمساره هسه في سمساره كده قاعدين بيشيلوا مثلا يشيلوا مثلا يوسف حامد عشان ياكلوا وراي ثاني من 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 درجه لك انجا ما يشيلوا ده ذاته غلط مفروض الفيبليسيتي ده المادة الإعلامية عندها وقت نعم أنا لما نشيل جبريل ما أدري نسي زول موزي كبير نسي فوق الفيبليسيتي ده محدد لك مثلا من فترة كيلة وقت تاني آخر نشيل زول تاني نشيل. تاني آخر عشان الناس كلهم الدائرة كلها كي السيركل كلها كي يبقى عندك وقت طيب نحن كمان يوسف حامد نسمع منك الأغنية الأخيرة في برنامج أحلى الليالي ماشي لي بارح بندرين بالتاوقة ماشي لي بارح بندرين بالتاوقة
الرفاقة سكرنا الدقاقة حكي يا دين الرفاقة سكرنا الدقاقة حكي يا دين الرفاقة هذي بالبريدني أنا بين اتلاقة بالبريدني أنا بين اتلاقة سكرنا الدقاقة حكي يا بين الرفاقة سكرنا الدقاقة حكي يا بين الرفاقة دبي البريدني أنا بين الدقاقة دبي البريدني أنا بين الدقاقة جاورني جاي ولا جاي. أغنية جميلة من الفنان يوسف حامد، أغنية تراثية، وإن شاء الله كمان تعجب كل مشاهديننا تليتشات الحالية اللي بتابعوا معنا. مشاهديننا تليتشات، إحنا كمان قلنا لكم البرنامج كمان بالسبونسر أو بدعم هناك كمان من راديسون بلو الحالية، إحنا كمان في ساحته. خليكم معنا، وبدا خلاص كمل برنامجنا هنا اليوم مع عشيون، وعدوكم كمان لبرنامجكم هنا أم باكر مساء في برنامجكم دائما ليالي ليالي في رمضان ليالي احلى الليالي احلى الليالي في رمضان احلى الليالي في رمضان احلى الليالي احلى الليالي في رمضان. خليكم معنا، وانا كمان نوعدكم لمباكر عشيه.